مريم صباح الفل عليك، اتفضلي سامعينك. صباح الخير عليك يا كريم، صباح الفل عليك يا نهاوند، وصبح طبعا على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة من داخل مقر البوابة نيوز، وطبعا يعني متابعتنا لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 طبعا مستمرة. ولكن خلينا قبل ما نبدأ جولتنا الصحفية عايزة أقول بس لنهاوند كل سنة وانت طيبة وعقبال مليون سنة. أنا عارفة إن عيد ميلادك لسه بكرة، بس بما إن بكرة يعني مفيش هوا فقلت يعني أسبق النهاردة عقبال مليون سنة إن شاء الله. انتي بخير وطيبه يا مريم، وبجد بشكرك جدا. انت من الناس اللي دايما كده ذوق، يعني مفيش مناسبه بجد مرض او عيد ميلاد او غيره ما بتقولي لي ما بتكلمينيش فيها. بجد ثانك يو سو ماتش يا مريم. اصيله يا مريم. اه والله والله العظيم ثلاثه اصيله يا مريم. عقبال مليون سنة يا نهاوند. خلينا في البداية نبدأ بالعنوان الأول من موقع اليوم السابع، أولمبياد طوكيو 2020، تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. أعلنت اللجنة المنظمة اليوم الأربعاء لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 عن اكتشاف 29 حالة إصابة بفيروس كورونا جديدة، منهم 4 رياضيين. كده بعد هذا الإعلان بتصل إجمالي الحالات ل 322 حالة. وقالت اللجنة المنظمة إن 3 من الرياضيين الأربعة المصابين هم أعضاء في فريق السباحة الفني اليوناني. ووفقا لتقارير صحفية يابانية، أشار وزير الصحة الياباني اليوم الأربعاء أن الحكومة يعني إن هي بتفكر إن هي تتراجع عن سياسة جديدة مثيرة للجدل، واللي بتتعلق أو تطلب من مرضى كورونا اللي بيعانوا من أعراض أقل خطورة إن هم يلتزموا عزل المنزل بدلا من الذهاب إلى المستشفى. وطبعا بعد هذا الإعلان من قبل وزير الصحة كمان كان في يعني يمكن انتقادات متزايدة بشأن هذا التصريح وبشأن هذه السياسة اللي هي المفروض أن هم يتبعوها خلال الفترة المقبلة، حيث يسلط الضوء على صراع طوكيو في التعامل مع ارتفاع الحالات مع متغيرات السلالة دلتا واللي طغت بظلالها على دورة الألعاب الأولمبية 2020. كمان بتخضع طوكيو لحالة الطوارئ الرابعة والمقرر أن تستمر خلال فترة الألعاب الأولمبية كمان، ولكن الإجراءات التوعية في الغالب أثبتت أنها أقل فعالية مما كانت عليه في الماضي. من موقع يلا كورة، مؤمن مهران وسما أحمد يودعان منافسات سباق القوارب بالأولمبياد. ودع ثنائي مؤمن مهران وسما أحمد منافسات سباق القوارب 200 متر و500 متر خلال مشاركتهما في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، وأنهى مؤمن مهران التصفية الثانية في المركز الخامس بزمن وقدره 38.850 ثانية، وتأهل مؤمن للدور ربع النهائي أملا في فرصة جديدة للتأهل حال احتل المركز الأول أو الثاني في التصفية الأولى وفي دور نصف النهائي. اكتفى مؤمن مهران بتحسين رقمه لكنه لم يتمكن من حجز تذكرة التأهل لنصف النهائي، واحتل مؤمن مهران المركز الرابع في تصفيته بدور ربع النهائي وحقق زمن وقدره 37.836 ثانية لكنه لم يتأهل وللأسف ودع المنافسات. وفي نفس السياق ودعت سما أحمد منافسات سباق القوارب 500 متر، وتواجدت سما في المركز الأخير بالتصفية الرابعة للسباق لتتأهل لدور ربع النهائي من أجل فرصة جديدة للتأهل لنصف النهائي. وفي نصف النهائي تواجدت سما أحمد في المركز الأخير بالتصفية الأولى لربع النهائي لتفشل في التأهل، وبالتالي ودعت أيضا المنافسات. من موقع مصراوي، تعرف على منافسي كيشو ومتولي من أجل برونزية المصارعة. يستعد الثنائي المصري محمد السيد كيشو ومحمد متولي لمواجهات مصرية من أجل تحقيق الحلم والتتويج بالميدالية البرونزية في المصارعة الروماني. وخسر الثنائي نصف نهائي في وقت سابق لينتظر كل منهما منافسه من أجل اللعب على الميدالية البرونزية. وتأهل الروسي أرتيم سوركوف بطل
العالم 2018 لملاقات كيشو بمنافسات المصارعة الروماني وزن 67 كيلو. ومن المقرر أن تقام المواجهة في تمام الساعة 1:45 ظهرا بتوقيت القاهرة، كونها المباراة رقم 208 قبل المباراة النهائية لنفس الوزن ورقمها 209 واللي ستقام في تمام الساعة 1:10 ظهرا. وتأهل الألماني دينيس كودلا صاحب برونزية ريو دي جانيرو 2016 لملاقات محمد متولي في منافسات المصارع الروماني وزن 87 كيلو. ومن المقرر أن تقام المباراة والتي تحمل رقم 210 في تمام الساعة 1 ظهرا بعد نهاية اللقاء النهائي لوزن 67 كيلو مباشرة. واخيرا من موقع الشروق، رئيس اتحاد كره اليد: هدفنا الحصول على ميداليه في اولمبياد طوكيو. اكد محمد الامين رئيس الاتحاد المصري لكره اليد ان الفوز على المانيا في اولمبياد طوكيو 2020 والتاهل لدور قبل النهائي كان متوقعا، وفاز طبعا المنتخب المصري على نظيره الالماني بنتيجه 31-26 في دور الثمانيه باولمبياد طوكيو. كمان قال الامين ان الفريق جاهز لاي مواجهة واللاعبين كمان لديهم ثقة لا متناهية في إمكانياتهم. أضاف الأمين أيضا أن طموح المنتخب المصري هو الحصول على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، وأوضح أن الفريق الحالي تم إعداده بكافة السبل وحصل أيضا على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إضافة طبعا لدعم رئيس الاتحاد الدولي للعبة. وشدد على أن المواجهة المقبلة في قبل النهائي ستكون أمام منتخب صعب للغاية، وكمان هو أصعب من منتخب ألمانيا وهو بطل العالم فرنسا، ولكن علق يعني الأمين أنه لا يوجد مستحيل أمام رجال مصر. طبعا كلنا بنتمنى لهم أن هم يحققوا الميدالية الذهبية زي ما قال يعني محمد الأمين رئيس الاتحاد، وبنتمنى لهم إن شاء الله أن هم يرجعوا مرفوعين الرأس من أولمبياد طوكيو 2020. دي كانت جولة لأبرز أخبارنا اليوم الأربعاء في كل العناوين الصادرة صباح اليوم من داخل مقر البوابة نيوز. بشكركم جدا، العودة ليكم مرة أخرى. احنا اللي بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزة مريم سميح، وصباح الفل عليكي.